شنو هاي؟ السلام عليكم. سلام. الله يسعدك. هلا شلونك؟ الله يخليك. كل احنا تعال ماما تعال. اوفي معليش تعال شنو تربيه؟ لا انا اتجوزها من هذا الطبق. تجوزها بالبيت مو هنا. انت رجل وتعرف لازم تتصرف ويا عائلتك. انا كل شيء تشوف ايش تريد يعني. طفل كل شيء استقبل من عندك. عفوا انت حضرتك ابو السوبر ماركت لو انا مو ابو السوبر ماركت انا اعتبرني اخوك الصغير. شنو هالفضول اللي عندك؟ الو نخلص من بابا؟ حبيبتي شلون شخبارك؟ بعد ما اريد اخلي ولي ما اريده بعد. الو نخلص من عندك. حبيبتي شلون شخبارك؟ شو تريدين بعد؟ اقول لك انا يمي هاي البومه طلعتها اليوم وياي بالاسواق. كافي لو بعد؟ اي بس جاي اخذ معسل وجهي. كافي لو بعد؟ تمام يلا. وين تحبين يوم نتغدى؟ بيا مطعم؟ يلا تمام حبيبتي تمام يلا انا خلص. مرحبا. ماشي دي. شوف انه العفو صديقه لاني ارجعها. لا ما يرجعها. بس تني المعسل. ما يرجعها المسار البنتك. لا تفضحين قدام عالم ما تخلينا نتجاوز عليك. فهمتي ولا لا؟ مسار خطيه بنتك تبين. شلون؟ اقول لك انا شنو بالسوبر ماركت. تعال حبيبي. تعال بابا. اول شغله هاي بنتي. بنتي اوف. ايدها. بابا بنتي انا وبنتي. اوف هاي. انا وبنتي شنو هالفضول؟ نزل طفله راحت خاف. انا بنتي شايف ثواني ثواني بس الطفله ثواني تجربه اجتماعيه ثواني لا احكي وياك اني لا ثواني ثواني استاذ عيني تجربه اجتماعيه تعالي ولد تفضلي هنا انا يمي تفضلي هنا بزار ممثل والطفله هاي ايضا ممثله وحتى نور ما متزوجين هم اصلا تجربه اجتماعيه تتكلم عن انه احنا بنشوف بالاونه الاخيره بس انا خل احكيك بين ما تهدأ تجربتي هاي التجربه اللي نشوفها بالاونه الاخيره انه كثير من الشباب دي يقبلون على موضوع الزواج ولكنهم مو قد حمل هاي المسؤوليه.